صباح الخير مشاهدي ان تي ان، مشاهدي نايل لايف. يوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد. النهارده 21 مارس. كل سنه وكل امهات المصريين طيبين، يا رب يبقى عيد سعيد عليكم جميعا. هنكون معاكم على الهوا انا وشريف ودينا. وصباح الفل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا دينا. صباح الخير. طبعا مره ثانيه بصبح على كل الساده المشاهدين، وبقول لكل ام مصريه كل سنه طيبه، وخاصه كمان امي بقول لها كل سنه وانت طيبه، وكل ام شهيد. وان شاء الله لو هنفضل مكملين لحد ما ناخد حقوقهم باذن الله، يعني ان شاء الله. النهارده عندنا فقرات حقيقيه كتيره، وعندنا بمناسبه عيد الام عندنا فقره خاصه جدا مع الام المثاليه. حقيقه كل سنه بيبقى فيه كذا جهه بتختار الام المثاليه، لكن يمكن السنه دي الام المثاليه اللي هتكون معانا النهارده قصه خاصه جدا. ام قدرت لوحدها ان هي تقوم بتربيه 3 أبناء مكفوفين، مش بس ربتهم وعلمتهم، وفي منهم دلوقتي بيعملوا دراسات وماجستير ودكتوراه وشغالين. موضوع كبير جدا، وموضوع اعتقد ان هو يستحق الاحترام والتقدير. طبعا الام المثاليه ديت هي مثال لكل امهات مصر، لان اعتقد ان كل ام هي ام مثاليه. كنت لسه هقول انه انا طول الوقت لما بيجي كل سنه يقول ام مثاليه، اقول لهم لا، ما انا مامتي هي المثاليه. لا، بالزبط. وانا كمان لان فعليا كل امهاتنا حقيقي. الام المصريه مختلفة عن أي أم في العالم كله، هي صبورة وبتتحمل وبتشيل. يعني مش عارفة لو بدأنا قعدنا نعتذر لأمهاتنا من هنا لغاية بكرة الصبح عشان نعرف نعمل ده، لأن هم كلهم استحملوا كتير جدا في تربية الأولاد. يعني ففعلا كل أمهات مثالية. فلما بنقول إنه إحنا بنحتفل بأم مثالية، معناه إن إحنا ده نموذج لأمهات كثيرة هم كمان مثاليات. فربنا يخليهم. لأمهات كثيرات ولا لأمهات كثيرة؟ كثيرة. كثير. كثيرات لغوية، يعني لو عايز لغة عربية صحيحة فصيحة. يعني أمهات كثيرات المفروض. شكرا 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 ميرسي. طيب خلينا نقول كمان إن إحنا عندنا فقرة محمد سالم مطرب وكريم حكيم شاعر غنائي، وهيكون عندنا فقرة غنائية عن عيد الأم. هيكون كمان عندنا فقرة برضو عن الأم. النهاردة بقى يوم الأمهات كله، هيكون معانا الأثرية الأستاذة وهيبة صالح علشان نتكلم عن عيد الأم عند المصريين القدماء. فدي هتبقى بعتقد برضو نبص على التاريخ كده ونشوف إيه اللي بيحصل. ومش هنقدر ما نتكلمش برضو ونستكمل حوارنا عن البابا شنودة، وفاة البابا شنودة وماذا بعد، والفترة اللي جاية هتبقى عاملة زي في الكنيسة المصرية. فدي أهم الفقرات اللي عندنا النهاردة. صحيح. هنبتدي على طول ونروح لفاصل ونرجع مع الاستاذ الصحفي محمد طلعت الهواري، صحفي من مصر اليوم ومتابعه لاخر اخبار الصحف اليوميه. خليكم معانا، نهاركم سعيد وكل سنه وانتم طيبين.